وللحديث أكثر حول تحركات الأسواق العالمية وأيضا من بعد بيانات التضخم الأمريكية تنضم إلينا نادية البلاسي محللة الأسواق في إكويتي جروب. أسعد الله وقتك يا نادية. يعني ما كانت تترقبه الأسواق هي بيانات التضخم الأمريكية والتي يبدو بأنها متباطئة بناء على الأرقام السابقة، لكن اليوم كيف يمكن أن نقرأ تحركات الدولار في ظل هذه المعطيات وأيضا التأكيد بالنسبة للأسواق التي بدأت تسعر عملية تثبيت الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه المقبل؟ مرحبا سالي ورولا. يعني نبدأ بالدولار، كان تحركاته ليمتد أمس بسبب عوائد السندات المرتفعة، لذلك شهدنا أن الذهب يرتفع إلى ما دون مستويات 2050، ولكنها مستويات مرتفعة جدا بالنسبة إلى الدولار الذهب في الوقت الحالي. طبعا الدولار يعني يتحرك في مستويات 101 و102 منذ الماركت بدأت أن تسعر تثبيت اسعار الفائده لاجتماع يونيو، والان ننتظر مع يعني طبعا البيانات التي ظهرت امس عند 4.9% منخفضه، السي بي اي منخفضه من 5%، يعني تقول ان البيانات التضخم مع وتيره اسعار الفائده انخفضت بشكل عام، وهذا لصالح الإيكونومي يعني بشكل عام، وأيضا مع بيانات الوظائف الغير زراعية من يوم الجمعة التي جاءت بوزيتيف، أيضا يعني انعكست على يعني تعكس عن الاقتصاد نمو في الجوب ماركت، لذلك ننتظر قرار حاسم في الشهر الجاي على رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس أو تثبيت لهذه أسعار الفائده. ايضا سي ام اي تول يعني ارتفعت من امس الى 92%، تشير الى ان بالفعل ان البنك مايت يثبت اسعار الفائده. طيب نادية، طبعا قرار بنك انجلترا تقريبا شبه محسوم، لكن الحديث اليوم عن ارقام تضخم لا تتراجع وانما الى مستويات قياسيه، لماذا بنك انجلترا فقط يرفع بمعدل 25 نقطه اساس ولا يستطيع ان يدفع بالاسعار الى ارتفاع اكثر في اجتماعه اليوم؟ طبعا المملكه المتحده تحت ضغط يعني كبير من رفع اسعار الفائده، وممكن اوريدي تكون في تشهد اوريدي ركود اقتصادي، لذلك ينعكس بشكل سلبي على النمو الاقتصادي، لذلك بنك انجلترا يعني بس يثبت او يرفع اسعار الفائده بشكل طفيف عشان النمو الاقتصادي اوريدي في حاله يعني غير ثابته، ويرى انعكاسات سلبيه جدا كبيره في الاقتصاد بجهة النمو. نعم نادية، الملفت اليوم كانت هي بيانات التضخم أيضا من الاقتصاد الصيني، ولربما هذا بيعطي إشارات بأن وضع الاقتصاد الصيني اليوم مبهم نوعا ما في ظل المعطيات التي نشهدها، إن كان على سواء على أسعار المنتجين وأيضا بيانات التضخم نتيجة ضعف الطلب المحلي. لكن لو تحدثنا بالنسبة للطلب من الصين على النفط اليوم، كيف من المتوقع أن تكون في الفترات المقبلة وأيضا خلال هذا اليوم نحن على ترقب لتقرير أوبك حول الطلب؟ نعم سعيد، بالفعل تقلص يعني الطلب من الصين بسبب الضعف التي يشهدها الاقتصاد في الصين. شهدنا ان بيانات التضخم ايضا جاءت منخفضه، يعني تباطات باكبر وتيره، وايضا شهدنا ان المانيفاكتشرنج سي ام ايز وهذه البيانات الاقتصاديه ايضا تثبت ان في ضعف في الطلب في الصين، لذلك ايضا اذا راينا مثلا أسعار النفط فهي تؤثر بشكل سلبي على أسعار النفط أيضا، ونرى أن أسعار النفط حتى ما من يعني ما بعد تدخلات أوبك بلس أن لازال مثلا أسعار برنت عند 76 دولار، و دبليو تي أي عند 72 دولار، والأسبوع الماضي كانوا خاسرين أكثر من 5%، فذلك يعني نشهد هذا التطورات في أسعار النفط. وأنا أشكرك ضيفتنا نادية البلاسي وأنت محللة الأسواق في إكويتي جروب. شكرا.